التلويح بحل مجلس الحرب، قشة يبحث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي لتنقذه من الغرق في غمار معركة يخشاها بشدة مع وزراء من اليمين المتطرف. هيئة البث الإسرائيلي أكدت أن نتنياهو يسعى لضم رئيس حزب أمل جديد جدعون ساعر إلى حكومة الحرب لسد الطريق أمام محاولات الوزيرين اليمينيين إتمار بنغفير وبتسلئيل سموتريتش للانضمام للمجلس. يأتي ذلك نتيجة للإنذار الذي توعد به عضو مجلس الحرب بيني غانتس بالتهديد بالانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية، محددا مهلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على خطة ما بعد الحرب على غزة. وكان غانتس قد أمهل نتنياهو حتى 8 يونيو المقبل لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها، واعتبر غانتس أن هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة إسرائيل تقودها إلى المجهول. ولفت غانتس إلى أن من يتحكمون في تل أبيب يتصرفون حاليا بجبن، وإلى أن جزءا من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم. تحذيرات غانتس لنتنياهو لم تقتصر فقط على التهديد بالانسحاب لمجلس الحرب، بل هدد بالدعوة لانتخابات مبكرة حال واصل نتنياهو نهجه الحالي. انسحاب غانتس من مجلس الحرب وآخرين مثل إيزنكوت الذي لوح بذلك أيضا يجعل سفينة نتنياهو تواجه ريحا قد لا تشتهيها حال اضطر لتعيين آخرين مثل بنغفير وسموتريتش، ما يضطر نتنياهو في حينه لاتخاذ مواقف أكثر تطرفا تجعله يواجه مصيرا أكثر سوءا.